أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق جرين بافلوز بطل زامبيا، وأن الجهاز الفني لن يطمئن للتأهل إلا بعد نهاية المباراة. ما فيش كرة عامة وخصوصا في افريقيا ما فيش طمأنينة في حتة النتيجة، لان العوامل كلها بتتغير. اولا الفريق زامبيا فريق محترم جدا، عنده عناصر كويسة جدا، عنده سرعات، عنده حتة ما عندوش يأس، في ضغط في الملعب كتير، فالمباراة هتبقى صعبة جدا جدا، وخصوصا كمان ارضيه الملعب بتختلف عن مصر، يعني زائد ان ممكن الاجواء فيه احتمال يكون فيه مطر. فحسام اشتغل مع اللعيبه على النقطه ديت، واحنا شغالين من ساعه ما جينا تقريبا اليومين اللي اتمرنا فيهم كلهم مطر، فان شاء الله يبقى فيه تركيز ان احنا نشتغل المباراه 0-0، نحاول باذن الله نحافظ على النتيجه اللي احنا عملناها ونحقق نتيجه ايجابيه تليق حتى بالنتيجه اللي احنا عملناها. فده كلامنا مع الفريق، انت عارف خبرات اللعيبه اللي معانا تقريبا، يعني لسه في البدايه خالص.